السلام عليكم واهلا بكم. فيديو النهارده مهم جدا وحلم انتظروا المصريين لسنوات طويله، وهو ان يكون لمصر علامه تجاريه خاصه بها في مجال صناعه السيارات. ولما نقول علامه تجاريه نقصد تصنيع مش تجميع، وده هيتم من خلال شركه النصر، الاسم الكبير والعملاق في مجال صناعه السيارات. لكن من التسعينات ومصانع النصر مغلقه تماما، ودلوقتي الشركة بتعود للحياة بقرار رئاسي، فبيتم تجديدها وتجهيزها لإنتاج أول سيارة مصرية كهربائية. هنتعرف على كل التفاصيل وإمكانيات السيارة الكهربائية وإزاي مصر هتحقق مكاسب ضخمة من إنتاجها. تابعونا لآخر الفيديو. قبل البدء لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات. كنا عملنا فيديو سابق بيعرض تاريخ شركة النصر العريقة في الستينات، وعرضنا سبب قفل المصانع مؤخرا وازاي تم اعادة تجهيز المصنع باحدث المواصفات واصبح جاهز لبدء الانتاج، واللي هيكون عبارة عن شراكة بين شركة النصر وشركة دونج فينج الصينية اللي بتعد من اكبر مصنعي السيارات الكهربائية في الصين والعالم، بحجم انتاج يصل الى 3.6 مليون سيارة سنوية، واللي بيعد حوالي 7% من انتاج العالم في السيارات الكهربائية. هدف المشروع هو وضع مصر استراتيجيا على خريطة الدول المصنعة للسيارات من خلال إعادة إحياء شركة النصر العريقة وتجهيزها بأفضل المواصفات العالمية. الهدف من المشروع والمكاسب اللي هتحققها مصر كبيرة جدا، وهي وقف استيراد السيارات وتوطين صناعة السيارات الكهربائية والاتجاه للتصدير، بحيث تكون مصر بوابة للتصدير لأفريقيا والدول المجاورة، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وكمان وقف استيراد البنزين والاستفادة من فائض الكهرباء اللي بتملكه مصر حاليا. وكل ده هيؤدي للقضاء على تلوث الهواء بسبب عوادم السيارات اللي عانت منه مصر وتحديدا القاهرة لسنوات طويلة. وكل ده بيدعم خطة الدولة في تحويل سيارات النقل العام والخاص للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء. وزارة قطاع الأعمال وشركة النصر أزاحت الستار مؤخرا وبشكل رسمي عن النموذج نصر E70، واللي هيبدأ إنتاجه في منتصف 2022 بطاقة 25,000 سيارة سنوية. الجميل في الموضوع إن السيارة هتنزل بسعر مميز بالنسبة لكونها سيارة كهربائية، وكمان الدولة هتدعمها بخصم 50,000 جنيه من سعرها الأساسي، وطبعا السعر بيتحدد حسب فئة السيارة، واللي هتنزل بثلاث فئات حسب قدرة البطارية. فهتكون الفئة الأولى بقدرة 250 كيلو للشحنة الواحدة، أما الفئة الثانية بقدرة 400 كيلو للشحنة الواحدة، الفئة الثالثة هتكون بقدرة 508 كيلو للشحنة الواحدة. السرعة القصوى للسيارة هتوصل ل 145 كيلو متر في الساعة، والسيارة بتوصل لسرعة 100 كيلو في 10 ثواني فقط. حجم الشنطة 502 لتر، وده بيعتبر حجم كبير وممتاز بالنسبة لسيارات أخرى. السيارة بتدعم الشحن السريع وبيوصل شحنها ل 80% في نص ساعة بس، والتوقعات ان السعر بعد دعم الحكومة هيكون حوالي 230,000 جنيه، وده سعر مميز جدا بالنسبة لسيارة كهربائية بتوفر مصاريف العمرة والبنزين. اخيرا مكاسب مصر الاقتصادية هتكون كبيرة جدا، لانها لأول مرة هتملك علامة تجارية خاصة بها، بعكس التجميع اللي بتكون نسبة الأرباح الأكبر للبلد صاحب العلامة التجارية زي مثلا نيسان وشيفروليه اللي بتتجمع في خطوط إنتاج في مصر. لكن هنا الوضع مختلف، شركة النصر هتصنع في البداية بنسبة 58% شاملة نسبة التصنيع، وهتزيد نسبة التصنيع مستقبلا وتوصل ل 85%، بالإضافة أنه بيتم لأول مرة تأسيس مركز للبحوث والتطوير هدفه توطين وتطوير صناعة السيارات بمواصفات عالية تمهيدا لتصديرها على المستوى العالمي. المشروع ضخم وهينقل مصر نقلة كبيرة في مجال صناعة السيارات الكهربائية. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.